السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة لهذا اليوم. انتبهوا معي جيدا ولاحظوا هذه الصورة. لاحظوا هذه الصورة عبارة عن ماذا؟ هذه الصورة حسن جدا، إنه كأس. هذا كأس، ممتاز. ماذا يوجد داخل هذا الكأس؟ ماذا يوجد داخل هذا الكأس؟ أحسنتي، الكأس به ماء، داخله ماء. نقول الكأس مملوء بالماء، الكأس مملوء بالماء. أعدوا، حسن جدا، هذا الكأس مملوء بالماء. نعم، لاحظوا هذا الكأس كيف هو؟ هل هو مملوء بالماء؟ انتبهوا معي جيدا، ماذا يوجد داخل هذا الكأس؟ لا يوجد شيء، حسن جدا. إذن نقول الكأس فارغ، الكأس فارغ. هذا الكأس مملوء بالماء بينما هذا الكأس فارغ، لا يوجد داخله شيء. لاحظوا معي الصورة الثالثة، ما هذا؟ ماذا يوجد داخل هذا الكأس؟ حسن جدا، إنه عصير البرتقال، ممتاز، عصير البرتقال لذيذ. لاحظوا معي، هل هو كأس فارغ؟ حسن جدا، إنه كأس مملوء، مملوء بماذا؟ ممتاز، بالعصير، عصير البرتقال. هذا الكأس مملوء، أعدوا، هذا الكأس مملوء، حسن جدا. لاحظوا الصورة الأخيرة، هل هذا الكأس مملوء بالماء؟ حسن جدا، لا. هل هو مملوء بالعصير؟ ممتاز، إنه كأس فارغ. نقول هذا الكأس فارغ. أعدوا معي، كأس مملوء، كأس فارغ، كأس مملوء، كأس فارغ. نقول مملوء أو فارغ، ممتاز. لاحظوا معي وانتبهوا، سننتقل إلى نشاط. انتبهوا معي، يوجد لدي مجموعة من الصور. نعم، ماذا لدي هنا؟ حسن جدا، إنها سلة، ممتاز. وهذا إنه حوض الأسماك، ممتاز، هذا حوض الأسماك. وهذا حسن جدا، إنه عش، عش من؟ العصفور أو عش العصفورة، حسن جدا، ممتاز. ماذا يوجد داخل هذا العش؟ إنه بيض، أحسنتم. وهذه أيضا سلة، ممتاز. وهذا عش أيضا، حسن جدا. وهذا أيضا حوض، ممتاز. لاحظوا معي، السؤال يقول ألون القرص الأحمر بالأحمر تحت الشيء المملوء، بينما ألون القرص بالأخضر تحت الشيء الفارغ. لاحظوا معي الصورة الأولى، هذه سلة، هل يوجد شيء داخل السلة؟ ممتاز، هذه السلة فارغة. إذن ما هو اللون الذي سأضع؟ ممتاز، الأخضر. السلة فارغة، لا يوجد شيء داخل السلة، حسن جدا. لاحظوا معي هذا الحوض، ماذا يوجد داخل الحوض؟ ممتاز، هناك أسماك، حسن جدا. في ماذا تسبح الأسماك؟ أين؟ ماء، حسن جدا، هناك ماء. هل هذا الحوض فارغ؟ ممتاز، حسن جدا. نقول هذا الحوض مملوء، هذا الحوض مملوء. لاحظوا معي، هناك أسماك وماء وبعض الرمل والطحالب، إذن هذا الحوض مملوء، حسن جدا. إذن
ممتاز، سألون القرص بالأحمر لأن هذا الحوض مملوء. لاحظوا معي هذا العش، ماذا يوجد داخل العش؟ لاحظوا، حسن جدا، إنه بيض. ممتاز، هل هذا العش فارغ؟ ممتاز، هناك بيض داخل العش، إذن هذا العش مملوء. ممتاز، إذن سأضع علامة أو ألون بالأحمر. ممتاز، لاحظوا معي هذه السلة، ماذا يوجد داخل السلة؟ حسن جدا، إنه بيض، ولكن كيف هذا البيض؟ إنه ملون. حسن جدا، هل هذه السلة فارغة؟ لاحظوا جيدا، هل هذه السلة فارغة؟ أحسنت، إنها مملوءة، السلة مملوءة بماذا؟ بالبيض، إذن سألون هذا القرص بماذا؟ بالأحمر. حسن جدا، لاحظوا معي، إنه عش أيضا، عش، لاحظوا معي، هل يوجد شيء داخل العش؟ هل تركت العصفورة هنا شيء داخل العش؟ حسن جدا، إنه عش فارغ، لا يوجد بيض، إذن هو عش فارغ، سألون بالأخضر. أحسنت، ممتاز، لاحظوا معي هذا الحوض، هل يوجد داخل حوض سمك؟ هل يوجد ماء؟ ممتاز، إنه حوض فارغ، نقول هذا الحوض فارغ. أحسنت، إذن سألون القرص بالأخضر. حسن جدا، لاحظوا معي، فارغ، مملوء، مملوء، مملوء. حسن جدا، وهذا العش فارغ. أحسنت، وهذا الحوض فارغ. حسن جدا، الآن سننتقل إلى نشاط آخر، انتبهوا معي جيدا، لدي هنا ماذا؟ هناك خضر وفواكه. أحسنتم، هذه تفاحة. حسن جدا، وهذه، أحسنت، برتقالة. ممتاز، وهذه أو هذا بصل. ممتاز، أحسنت، هذه فراولة. جيد، وهذه إنها جزرة مفيدة للبصر. أحسنت، ممتاز، وهذه موزة، وأخيرا هذه بطاطس. أحسنتم، لاحظوا معي، لدي سلتان، هذه سلة الفواكه، وهذه سلة الخضر، سنملأ سلة الفواكه وسنملأ سلة الخضر. لاحظوا معي، ماذا سنختار؟ حسن جدا، سنختار إنها فراولة من الفواكه. ممتاز، ماذا أيضا؟ حسن جدا، إنها تفاحة. ممتاز، تفاحة من الفواكه. ماذا سنختار للخضر؟ حسن جدا، إنها جزرة. ممتاز، لاحظ معي، ماذا سنضع في سلة الفواكه؟ إنها موزة. ممتاز، ماذا أيضا؟ حسن جدا، هناك أيضا برتقالة. ماذا سنضع في سلة الخضر؟ إنها بطاطس. حسن جدا، وأخيرا، ممتاز، بصل. أحسنتم، قمنا بملء سلة الفواكه بالفواكه، وقمنا بملء سلة الخضر بالخضر. هذه السلة مملوءة بماذا؟ حسن جدا، بالفواكه، وهذه السلة مملوءة بماذا؟ أحسنت، بالخضر، مملوءة بالفواكه، مملوءة بالخضر. حسن جدا، انتبهوا معي جيدا، سننتقل إلى نشاط جديد، لاحظوا معي، ما هي هذه؟
أحسنتم، هذه شجرة. ممتاز، ماذا يوجد على الشجرة؟ انتبهوا معي جيدا، ماذا يوجد على الشجرة؟ حسن جدا، يوجد على الشجرة تفاح. كيف هو هذا التفاح؟ حسن جدا، هناك تفاح. كيف هو؟ كبير. وتفاح صغير. أحسنتم، وماذا يوجد على الأرض؟ لاحظوا معي. أحسنتم، هناك سلتان. كيف هي هذه السلة؟ صغيرة. حسن جدا، وهذه السلة كبيرة، كبيرة الحجم. هذه السلة صغيرة الحجم، وهذه السلة كبيرة الحجم. تابعوا معي جيدا، هيا بنا نقطف هذه التفاحة. كيف هي؟ صغيرة الحجم. حسن جدا، لنقطف تفاحة جديدة. كيف هي هذه التفاحة؟ إنها كبيرة الحجم. نقطف تفاحة أخرى. ممتاز، هذه التفاحة صغيرة الحجم، وهذه أحسنتم، إنها كبيرة الحجم، وهذه أيضا كبيرة الحجم. تفاحة جديدة. أحسنتم، هي أيضا كبيرة الحجم، وهذه التفاحة كيف هي؟ حسن جدا، إنها صغيرة الحجم، وهذه التفاحة إنها كبيرة الحجم. وأخيرا نقطف هذه التفاحة. أحسنتم، كيف هي؟ صغيرة الحجم. ممتاز، وضعنا هنا التفاح صغير الحجم، وهنا التفاح الكبير الحجم. ممتاز، حسن جدا، لننتقل إلى نشاط جديد آخر. لاحظوا معي، لدي هنا، ماذا يوجد داخل هذه الصورة؟ كيف هو هذا؟ ما اسم هذا الحيوان؟ إنه الفيل. أحسنتم، هذا فيل، إنه ضخم، هذا الفيل ضخم، لديه خرطوم. كيف هو؟ طويل. أحسنتم، وهذه أو عفوا هذا، إنه خروف. أحسنتم، لاحظوا معي، أحيط بخط الحيوان الأصغر حجم. الحيوان الأصغر حجم، أين هو الحيوان الأصغر حجما؟ حسن جدا، إنه الخروف. أحسنتم، ممتاز، بينما الفيل هو ضخم وكبير. حسن جدا، ننتقل إلى نشاط جديد. لاحظوا معي، لدي هنا كتب. حسن جدا، كيف هو لون هذا الكتاب؟ حسن جدا، إنه كتاب أخضر، وهذا الكتاب، أحسنتي، إنه كتاب أزرق، وهذا الكتاب كيف هو لونه؟ أحمر. ممتاز، وهذا الكتاب، حسن جدا، أصفر. وهذه، ما هي هذه؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ حسن جدا، إنها رفوف. لدينا رف، كيف هو؟ كبير. حسن جدا، بينما هذا الرف هو صغير. إذن السؤال، هيا نضع الكتب الكبيرة كبيرة الحجم على الرف الكبير، ونضع الكتب الصغيرة على الرف الصغير. حسن جدا، سنبدأ بهذا الكتاب. أحسنتم، كيف هو؟ إنه كتاب كبير. وهذا الكتاب كيف هو؟ هل هو كبير؟ حسن جدا، إنه كتاب صغير. إذا سنضعه على هذا الرف. وهذا الكتاب كيف هو؟ هل هو صغير؟ حسن جدا، إنه كتاب كبير. أين سنضعه؟ هنا. ممتاز، أحسنتي، إنه كتاب كبير. وهذا الكتاب كيف هو؟ إنه كتاب صغير. أحسنتي، سنضعه على الرف. ممتاز، لقد قمنا بوضع الكتب الكبيرة على الرف الكبير. حسن جدا، وهذه الكتب كيف هي؟ صغيرة، وضعناها على الرف
الصغير، كتب كبيرة، كتب صغيرة. أحسنتم أعزائي التلاميذ، تابعوا معي سننتقل إلى نشاط جديد آخر. لاحظوا معي، ما هي هذه؟ إنها حسن جدا، إنها دجاجة. ممتاز. وهذا لاحظوا معي كيف؟ إنه صوص. حسن جدا، هذه دجاجة وهذا صوص. أحسنتم. إذن أريد منكم أن تحيطوا بخط دائري الحيوان الكبير، كبير الحجم. يلا لاحظوا معي، حسن جدا، أحسنتم، إنها الدجاجة. الدجاجة كبيرة بالنسبة للصوص، والصوص صغير بالنسبة للدجاجة. أحسنتم أعزائي الصغار، سننتقل إلى نشاط آخر. لاحظوا معي، ماذا يوجد داخل هذه الصورة؟ هذا حسام، إنه حسام. ماذا يوجد داخل هذه الصورة؟ ماذا يوجد لدينا؟ ممتاز، هناك سلم. هل يوجد سلم واحد؟ حسن جدا، هناك سلم آخر. أحسنتم. وهذه ممتاز، إنها كتب. أين توجد الكتب؟ على ماذا؟ على الرف. أحسنتم. لاحظوا معي وانتبهوا جيد، حسام يريد منا أن نساعده لكي يصل إلى هذه الكتب. ماذا سيستخدم؟ هل هذا السلم أم هذا السلم؟ تابعوا معي جيدا، حسن جدا، أحسنتم، ممتاز، إنه هذا السلم. ولكن لماذا؟ لماذا استعمل حسام هذا السلم؟ لماذا؟ حسن جدا، إنه سلم طويل. أحسنتم، حسن جدا، سيصعد لكي يصل إلى الكتب. وهذا السلم هل هو طويل؟ حسن جدا، إنه سلم قصير. نقول سلم طويل، سلم قصير. حسن جدا، إذن حسام سيصعد على هذا السلم لكي يصل إلى الكتب، لأنه أطول، السلم أطول من هذا السلم، بينما هذا السلم هو أقصر من هذا السلم. حسن جدا، لاحظوا معي هذا النشاط الجديد. ماذا لدينا هنا؟ انتبهوا جيدا، إنها نخلة. أحسنتم، هذه نخلة وهذه شجرة. ممتاز. لاحظوا معي، سأضع علامة على الشجرة الطويلة الأطول، الشجرة الأطول ليس الشجرة الأقصر، الشجرة الأطول. لاحظوا جيدا، أحسنت، نعم، إنها النخلة، النخلة أطول من الشجرة، بينما الشجرة أقصر من النخلة. نقول النخلة أطول والشجرة أقصر. حسن جدا، أحسنتم. سننتقل إلى نشاط آخر. ما هذه؟ إنها شموع. ممتاز، لدينا شمعة باللون أحمر. ممتاز، وشمعة باللون الأخضر. حسن جدا، لاحظوا معي، سأحيط بخط دائري الشمعة الأقصر، الأقصر. لاحظوا جيدا، انتبهوا يا صغار، الشمعة الأقصر أين هي؟ هلي، حسن جدا، إن الشمعة باللون الأخضر هي الأقصر. الشمعة قصيرة، أو نقول عفوا أقصر من الشمعة الأحمر الحمراء، بينما الشمعة الحمراء أطول من الشمعة الخضراء. حسن جدا، أطول، أقصر، طويل، قصير. حسن جدا، انتبهوا معي جيدا يا صغار، لدي مجموعة من الحيوانات، من يسمي لي هذا الحيوان؟ حسن جدا، إنها قطة، هذه قطة، وهذا الحيوان إنها
الزرافة. حسن جدا، هذه زرافة ممتاز. وهذه إنها بطة. حسن جدا، لاحظوا معي، قطة، زرافة، بطة. أين هو الحيوان الأطول؟ الحيوان الأطول، ألون المربع تحت الحيوان الأطول باللون الأحمر. حسن جدا، أحسنتم، إنها ممتاز. الزرافة أطول، بينما القطة أقصر والبطة كذلك. الزرافة أطول. حسن جدا، تابعوا معي جيدا، سننتقل إلى نشاط آخر. ما هذه؟ حسن جدا، إنها أسماك. إنها أسماك. إذن سأحيط بخط دائري السمكة الأطول. السمكة الأطول، أحيط بخط دائري السمكة الأطول. أين هي؟ أحسنتم، حسن جدا، هذه السمكة أطول من بين السمكتين. حسن جدا، ممتاز. الآن سننتقل إلى نشاط جديد، انتبهوا معي جيدا. لدي هنا ندى، ذهبت إلى السوق واشترت خضر وفواكه. اشترت خضر وفواكه. هيا بنا نتعرف على هذه الخضر والفواكه. لدينا هنا ماذا؟ حسن جدا، إنه بصل، ممتاز. وهذه تفاحة، أحسنتم. وهذه برتقالة، ممتاز، حسن جدا. وهذا إنه جزر، الجزر مفيد للبصر، أحسنتم. وهذه فراولة، ممتاز. وهذا إجاص، حسن جدا، إنه موز، ممتاز. وهذه بطاطس، حسن جدا. وهذا عنب، أحسنتم. لقد اشترت ندى مجموعة من الخضر والفواكه. هيا نساعد ندى على وضع الخضر في سلة ووضع الفواكه في سلة. هيا نساعد. حسن جدا، هذه سلة الفواكه وهذه سلة الخضر. هيا لنملأ هذه السلة بالفواكه. سنختار أولا برتقالة، أحسنتم، ثم فراولة، أحسنتم، حسن جدا، وعنب، ثم موزة، ممتاز، وإجاصة، وأخيرا تفاحة. إذن هذه سلة الفواكه. سننتقل إلى سلة الخضر. لدينا جزر، ممتاز، حسن جدا، وبطاطس، أحسنتم، ممتاز، ثم بصل، حسن جدا. لقد ساعدنا ندى على ملء السلة الأولى بماذا؟ بالفواكه، ممتاز. والسلة الثانية بالخضر، حسن جدا. هذه سلة الفواكه الخضر. لننتقل إلى نشاط جديد، لاحظوا معي المجموعة الأولى. ماذا يوجد داخل المجموعة الأولى؟ حسن جدا، هناك برتقالات، ممتاز. وهذه جزرة، حسن جدا. إذن سنضع علامة على العنصر الدخيل. سنضع علامة على العنصر الدخيل، ممتاز، إنها الجزرة. لماذا؟ لأن البرتقال من الفواكه بينما الجزرة من الخضر، أحسنتم، ممتاز. سننتقل إلى المجموعة الثانية، هذه عبارة عن ماذا؟ البطاطس، ممتاز. وهذه موزة. إذن أين هو العنصر الدخيل؟ سنضع علامة على العنصر الدخيل، أحسنتم، إنه الموز، لأنه من الفواكه والبطاطس من الخضر. إذن العنصر الدخيل هنا الجزر وهنا الموز، حسن جدا. وبهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم
إلى اللقاء أعزائي التلاميذ في الحصة أو في حصة قادمة إن شاء الله.